اللهم صل على محمد وآل محمد. شوفوا يا شباب، هذه شجر اللي هو الأسباني الأخضر نفسه، بس إيش متخللة. شوف كيف الأثمار حقها، طبعا الطير والنمل ما يخلي لك شيء. شوف كيف ما شاء الله، إذا صارت متخللة شلت عنها الأغصان شوية لتعطي ثمار غزير. شوف كيف دائما نقول تباعد وتخليها، تخللها شوية والتغذية تكون تخففها أفضل من تعطيها تغذية زايدة. سبحان الله، تضمر شوية إلا أنها تعطي إنتاج غزير. ما شاء الله تبارك. غزير ما شاء الله، الله يطرح البركة يا عبد.